وقد سلمك الله من الشرك، والصحابة كان لهم دور في بلغوا الدين، شو ما تحبهم كيف لا تحب من دافع عن دين الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفظ القرآن، من حفظ السنن، من بلغها، من جاهد في سبيل الله، من يحبهم الله، من نصرهم الله، كيف؟ ذاك بعض الناس الآن يقول لك يدخل في حرب عدد فئة من الناس محارب لها دولة عظمى، يقول لك الصحابة كانوا 300 واحد وعدوه 900 واحد، ينظر لها فقط النش نسبة إيش 300 إلى 900، ما ينظر إلى ما كان عند الصحابة من إيمان وتوحيد وثبات، يعني يرى فقط ينظر إلى الكم دون أن ينظر إلى إيش الكيف. هؤلاء الذين قال الله فيهم أن تنصر الله ينصركم، نصر الله، فكانوا حق بالنصر لأنهم نصروا الله عز وجل، وحدوا الله عز وجل، ما يكفرون بالله، ما يشركون، ما يستهزئون بدين الله، ما عندهم ما عند جمهور المسلمين اليوم. جمهور المسلمين اليوم عندهم من المعاصي والمخالفات والشرك والبدع وسب الله ورسوله واستهزاء بالدين، ولو بعض الأمم عذبهم الله ببعض معاصي الأمم اليوم، ببعض معاصي الأمة اليوم موجودة. ما الذي أصل اليوم ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الشرك إلى البدع إلى الكبائر إلى الربا إلى الزنا إلى التبرج إلى السفور إلى القطيعة إلى العقوق، اجتمعت فيهم معاصي الدنيا كلها. الصحابة رضي الله عنهم خالفوا به، فقط خالفوا في أحد، قال الغنيمة الغنيمة هزموا، ويذكر الله هذا في كتابه يذكرهم، لأنه مخالفة واحدة. اليوم كم مخالف عند الأمة؟ ثم يأتي بظاهر الآية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الفئة القليلة اللي ربنا جل ذكرها إيش كان عندهم؟ الإيمان، إيش كان عندهم؟ الاستقامة. خرجوا مع طالوت، ها، اختبرهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني، فشربوا منه. كانت خلاصة من أول النهر ما شربوا كم فئة، هذه الفئة التي أخلصت لله طاعة الله من البداية ما شربت من النهر كما أمرهم قائده، هؤلاء اللي يستحقون أن يقالهم فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله. مش تأتي الناس اليوم عاصين الله كل المعاصي اجتمعت فيهم ثم تستدل والله الصحابة كانوا 300 في بدر والمشركون كانوا 900، كانوا 1000 بعد، ما قالوا احنا قلة، حتى ما خرجوا حتى للقتال رضي الله عنهم، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم للقتال، خرج بهم ليقطع طريق ايش عيرة قريش، يعني قافلة، ثم شاء الله أن تكون الحرب. فلا يكون هكذا الاستدلال بهذه السذاجة. شوف الآن إيش صار في أهل غزة، والله كل صورة يعني أدموا قلوب المسلمين. طوفان الأقصى صار الآن، حرقوا قلوب المسلمين، انذلوا المسلمون ذل. شوف الآن كيف الآن يطاردونهم حتى في الأماكن التي يلجؤوا إليها، في ما لجؤوا إليه أيضا قتلهم. صار الواحد يسمع اليوم مقتل 180، مقتل 131، مقتل، هذا صار عادي، ثم يكررون ذلك، يكررون. ماذا حصل للمسلمين في الربيع العربي؟ صح، شفت الدمار اللي حصل؟ إلى اليوم في ناس يقول لا في ربيع ثاني، يعني من حالات النتائج الأولى عشان إيش ربيع ثاني. لا، بعضهم يا يستدل بحديث رواه البخاري ومسلم. ما هو الحديث؟ يقول فرنسا، ثورة فرنسا 80 سنة، رواه البخاري ولا مسلم؟ هكذا الاستدلال؟ الاستدلال تستدل بثورة فرنسا؟ هذا دليلك من كتاب والسنة؟ تقول لي فرنسا؟ شنو هذا؟ ايش اللعب بدماء المسلمين وارواح المسلمين؟ ثم يعجز احدهم ان يقيم الدليل على مشروعية ماذا يفعل، فيقول لك والله فرنسا ولا حصل كذا وحصل كذا. هذا كله باطل، من برغبة من هذه الدماء التي سالت والأرواح التي زهقت والناس تشردت، بدأت تدب فيهم مساكن الأمراض حتى الإعانات ما تصلين، وفي ناس مبسوطين فرحانين لأن فيه تبرعات، اجمع وخذ نسبتك امتكي مرتاح. والله سمعناهم وعاشرناهم، قال ما يتحمس المسلمون للتبرعات إلا عند الأزمات، لا تحسبوه شرا لكم، لأن المسلمين يتحمسون التبرع عندما تصير أزمة، مبسوطين على الأزمات عشان فيها اسحب، لأن الناس تدفع، عاطفة المسلمين قوية، يدفع كل ما يملك لماذا؟ للتبرعات، وهذول نسبتهم محفوظة. يا ويلهم من الله عز وجل، يا ويلهم من الله عز وجل. على كل حال الله المستعان، الصحابة جاهدوا في سبيل الله
ونشر التوحيد من أجل إعلاء كلمة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يجاهد حمية ويجاهد ليغنم ويجاهد ليرى مكانه، هو المجاهد، أي ذلك في سبيل الله؟ كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختر الإجابة الصحيحة، هذا ولا هذا ولا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هي العليا، فهو في سبيل الله. من ذا الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؟ نعم، من حقك تدافع عن نفسك، ما في، ليس موضوع عن دافع ولا ما تدافع، الدافع عن نفسك. لكن لما تسمع واحد على ما يحصل الكوارث يقول عادي، أصلا هم من أول أهل غزة ميتين ميتين، يعني من أول هم أصلا ميتين، يعني قاعد جالس في مسجد مكيف مضبوط مرتاح كشف، يقول لك أهل غزة مات، أصلا من صار لهم 15 سنة ميتين، هذا جواب؟ يعني أهل غزة بعد ما حصل لهم هذا كانوا ها بهذا السوء الآن فيه؟ انظر الآن في شيء في الصوت والصورة، كان عندهم شوارع وكان عندهم مساجد، كان عندهم آلاف من حفاظ القرآن ومئات المساجد ومستشفيات ومدارس ومطاعم وشوارع وجامعات، وعايش الناس، صح في ضيق، صح في بطالة، بطالة في كل مكان، حتى في الدول الغنية في بطالة، حتى في أكبر الدول وتقدما الناس نايمة بالشوارع. أمريكا اللي هي أمريكا إيش كثر الناس فيه، ناس أقوام نايمين بالشوارع، يعني الآن مو الفارق أصلا من أول ميتين، دكتور ها من الشريعة يقوله هو منزل، يعني مو فارق أصلا، أصلا أهل غزة صار له 15 سنة أصلا ميتين، يعني هذا الحاصل الحين أحسن حالا من قبل أقصى طوفانهم هذا. لا إله إلا الله، ما أدري كيف يواجهون الله عز وجل هؤلاء. بعضهم لحد الآن يدافع لحد الآن يقول لا صح، انتصروا بجميع المقاييس، انتصروا، أي انتصروا؟ تضحك على نفسك ولا على المسلمين ولا على الناس؟ يضعون أفلام، يضعون لقطات، يضعون ألعاب، ألعاب إلكترونية، واحد طق طيارة وطيحها، قال شو ها الطيارات الإسرائيلية طيحتها، إيش لعبة؟ الناس كلها فهمت الألعاب، كل الناس الآن تفهم، تركز شوي يلا تعرف يعني يضبطون كل المباراة ولا الطيارات، وكأنها كان حرب حقيقية، وإلكترونيات لعب، يأتون باللعب بالألعاب ها وطيارة اتصال، أصلا ما عنده مضاد للطيران، أهل غزة ما عنده مضاد للطيران، أصلا نفس اللي ضربه وراح وين دخل؟ دخل في الخندق، ما عنده ما يقاوم، منين طيارة قاعد تطيح هذه؟ ألعاب، تضحك على المسلمين، تضحك على المتبرعين، الناس اندكت وتضحك عليهم بالأفلام بالإلكترونيات، أفلام، إيش هذا؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ إنا لله راجعون. كم من فئة؟ قليلة، بس قليلة، بس صفة أنها قليلة، ولا عندها إيمان، عندها توحيد، عندها استقامة، مرة واحدة، بعض الصحابة ها، بعض الصحابة خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهزموا في أحد، ومرة واحدة، مرة واحدة في حنين قال لن نغلب من قلة. اليوم أعجبتهم كثرتهم، غفلوا على أن النصر من الله جل وعلا، فقالوا 12,000 لن نغلب اليوم من قلة، أذاقهم الله درسا يذكر في كتاب الله، فروا، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12,000 صحابة فر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي 10 من 12,000، لأن جاء في بالهم لن نغلب اليوم، لا، ومن نصر الله من عند الله، لقنه الله درسا يذكر في كتاب الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، ثبت من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لما ذكرهم بالله عز وجل انعطفوا كما تنعطف البقرة على صغارها، رجعوا فنصروا الله عز وجل وعلموا بأن النصر عند الله فنصرهم الله. شوف بس مخالفة، ظنوا بأن 12,000 ما نغلب، أراهم الله درسا يتلى في كتاب الله، خالف الرماة أراهم الله درسا يتلى في كتاب الله. اليوم الناس ما تتعرف، افعل ما افعل من المخالفات، ويقول ايش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولا يقول اللي ما يوافقهم صهيوني مدعوم، ليش؟ لأنه ما قال كم من فئة قال كافر بالقرآن، لأن الله يقول في القرآن كم من فئة قليلة، وهذا يقول لا أنتم ليش قليلين تقاتلون ايش جيش جبار عنده، لا بس انكسر اقتصادهم
ونزلت عملتهم والناس ما قاموا ينفرون. ايش الكلام هذا؟ يعني راح مصير عندكم يعني لا شيء. المهم عملتهم تنكسر وان السياح ما عاد يسافرون لهم وان الناس قاموا وارواح المسلمين ودماءهم واعراضهم لا قيمه لها. انا لله راجعون.